بخطوات متسارعة تسابق بها الزمن تمضي الدولة على درب التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري، وفي إطار تعزيز القدرات التصنيعية وتأمين الاحتياجات الغذائية للمواطن المصري وتوفير المزيد من فرص العمل. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح المرحلة الأولى من المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات بمحافظة المنوفية بمساحة تبلغ 135 فدانا، بإنتاج مكونات وجبة غذائية لطلبة المدارس بقيمة غذائية عالية من أجل إعداد أجيال قادمة تتمتع بحالة صحية جيدة، إضافة إلى بعض المنتجات الغذائية الأخرى لطرحها بالسوق المحلي والإقليمي، وتحقيقا لمبدأ الوصول إلى الاكتفاء الذاتي النسبي من متطلبات تأمين السلع الغذائية. واليوم تشرف شركة سايلو فودز بافتتاح سيادتكم للمرحلة الأولى كالتالي: صوامع القمح بإجمال 14 صومعة بطاقة تخزينية 280 ألف طن سنوياً، مطحن القمح بإجمالي 2 خط بطاقة 234 ألف طن سنوياً، مصنع البسكويت بإجمالي 5 خطوط لإنتاج البسكويت بأنواعه بطاقة 68 ألف طن سنوياً، منهم 2 خط الإنتاج بسكويت الويفر بطاقة 25 ألف طن سنوياً، 2 خط الإنتاج بسكويت بالعجوة بطاقة 34 ألف طن سنوياً، وخط الإنتاج البسكويت السادة بطاقة 9000 طن سنوياً، مصنع المكرونة بإجمالي 5 خطوط لإنتاج المكرونة والنودلز بطاقة 151 ألف طن سنوياً، منهم 4 خطوط لإنتاج المكرونة القصيرة والطويلة بطاقة 147 ألف طن سنوياً. وزير التموين والتجارة الداخلية أكد أن المدينة الصناعية الغذائية تعد صرحاً عظيماً وإضافة حقيقية لقدرات الدولة في الصناعات الغذائية. هذا المشروع يعتبر نموذج صناعي متكامل يحتذى به، وخاصة من مفهوم سلاسل الإمداد، وهو أحدث مفهوم لرفع الكفاءة، ثم كذلك توفير الوجبة غذائية صحية متنوعة ومؤمنة لطلبة المدارس. وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أوضح أن افتتاح المدينة الصناعية الغذائية سيسهم في إعداد أجيال من الطلاب الأصحاء من خلال دعم خطط الوزارة لتوفير التغذية المدرسية الجيدة لنحو 13 مليون طالب، ويقلل من الاعتماد على المنظومة الصحية للدولة. التغذية المدرسية في المدارس المصرية ده برنامج بقاله عدد من السنوات بتقدمه الوزارة بهدف توفير تغذية مدرسية صحية للمساهمة طبعا بجانب الأنشطة الرياضية في إعداد جيل من الأصحاء، لأنهم ده يساعدهم على التعلم وعلى العمل وعلى بناء حياة منتجة لسنوات قادمة، ويقلل التكلفة على المنظومة الصحية من الأمراض اللي بيعاني منها الأجيال اللي سبقتهم. في أطفال عندهم أنيميا وسمنة، ودول في حدود 4%، وفي عندهم أنيميا وسمنة وتقزم، ودول في حدود 0.5%. لما بنقول 1% 0.5% 4%، ده بيترجم عشرات الألاف ويمكن ملايين من الشباب أو الأطفال الصغيرين اللي هيكبروا ويبقى عندهم معاناة، مش بس معاناة نفسية، كمان معاناة صحية. وحث الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين خلال كلمته على ضرورة مراقبة النظام الصحي والغذائي لأولادهم ورعايتهم، والحرص على ممارستهم للأنشطة الرياضية حفاظا على صحتهم. لازم يكون في ثقافة الناس ان هم يبقوا دايما عندهم مراقبة حقيقية لوزن أولادهم ومدى الكفاءة الصحية اللي بتبقى مرتبطة بان هو نظام غذائي ونظام صحي. كما أشار الرئيس السيسي إلى أن هذا المشروع يستهدف إنتاج وجبات غذائية مدرسية متنوعة طبقا لأعلى المعايير، كما دعا الرئيس إلى إطلاق مبادرة للكشف على المقبلات على الزواج والراغبات في الإنجاب للتأكد من اكتمال كافة العناصر الغذائية اللازمة لديهن لبناء أجيال أصحاء. يا ترى التوعية الصحية في التلفزيون وفي الإعلام عندنا بيعرف إن 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 بنتنا اللي عايزة تنجب المفروض ان هي تبتدي تجهز نفسها لهذا الموضوع بان هي تراجع نفسها صحيا، وتبتدي تشوف العناصر الغذائية اللي موجودة اللي محتاجة ان هي تكملها في جسمها، عشان هي هتبقى لمدة 9 شهور بتقوم بتغذية طفل
الطفل ده هيبقى إنسان بعد كده. وقد أجرى الرئيس السيسي جولة تفقدية بالمدينة الصناعية الغذائية، استمع خلالها لشرح مفصل عن طرق وأساليب عمل خطوط الإنتاج بمصانع المنتجات الغذائية المختلفة بها، بداية من دخول وتجهيز الأقماح إلى هذه الخطوط، مرورا بعمليات التصنيع والإنتاج، وانتهاء بالتعبئة والتجهيز لضخ المنتجات للسوق المحلية. قيل قديما من امتلك قوته امتلك قراره، وفي هذا الإطار وضمن تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة يأتي افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الصرح الصناعي الجديد الذي يمثل قيمة مضافة لقطاع الصناعات الغذائية، يلبي احتياجات السوق المحلية ويوفر المئات من فرص العمل ويسهم في ضخ مزيد من العملة الصعبة إلى شرايين الاقتصاد المصري. من المدينة الصناعية الغذائية سايلو بمدينة السادات، علاء رشوان، النيل. هي أكتر من عنصر لافت في هذه الكيانات الصناعية الغذائية المتكاملة، بما أننا واخدين كنموذج سالينو فودز هذا المشروع الضخم والواعد جدا اللي بتشهده مدينة السادات في محافظة المنوفية، أكتر من وقفة متعلقة بفكرة أنه شبه مصري 100%، عدم الاستعانة بعناصر خارجية إلا للضرورة القصوى جدا، فكرة أنه هو إلكتروني يرسخ للتحول الرقمي لمصر ماضية قدما فيه وبخطة متسارعة في الفترة الأخيرة وفي الفترة القريبة القادمة بإذن الله. الأبعاد السياسية والاقتصادية لمثل هذا المشروع، الترسيخ أيضا لعلاج بشكل أو بآخر لمشكلة البطالة وخلق فرص عمل جديدة وغيره وغيره. وحنحاول يا رب يعني الوقت يتسع للتطرق تفصيلا وتحليلا لكثير من الملامح وثيقة الصلة بهذه المنظومة الغذائية المتكاملة التي نحن بصددها. بوجه تحية لضيفي في هذه الوقفة الحوارية الدكتور إسلام جمال الدين الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي. أهلا بحضرتك دكتور إسلام وسعادة بوجود حضرتك معي. أهلا وسهلا بك يا فندم وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. يعني ممكن ناخد يعني زاوية غير تقليدية أو مختلفة نوعا ما وإحنا بنتعامل مع مثل هذا المشروع الجاد والواعد، واللي يمكن شفناه بالصورة وبالواقع إزاي فعلا ممكن يشكل نقطة تحول حقيقية، لكن في ذات الوقت هو بيمثل لما ينبغي أن يكون عليه الاقتصاد السياسي، وان احنا نحقق اكتر من جدوى ليس فقط اقتصاديه ولكن تلقي بظلال ايجابيه على مختلف المشاهد والتخصصات في مصرنا الحبيبه. كبدايه حضرتك تقولي. الحقيقه يعني بيستوقفني مقوله كان قالها الزعيم الراحل مصطفى كامل، الامه اللي ما بتاكلش من زرعها وما بتلبس من صناعتها في سبيلها إلى الفناء. الحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي أنا شايف أنه ممكن يكون شايف في وجهة نظره مقولة زي كده، خاصة أنه أخذ على عاتقه منذ قدومه وتحمله المسؤولية شتى المجالات ومختلف الملفات، وأخذها على عاتقه من أجل أن يسد مثل هذه الفجوات وأن نتسع إلى الدخول في الزراعة والصناعة والصادرات، وأخذ على عاتقه جميع الملفات وبيفتحها بلا خوف وبلا تردد، بيقتحمها وشايف وجهة نظري ان هو بيبقى عارف موطن الداء، يعني بيشوف موطن الداء فين او الخلل فين ويبتدي يحط ايده عليه ويبتدي يعالجه. الحقيقة حضرتك طرحتي فكرة الاقتصاد السياسي ومعالجته لمثل هذه الامور. الاقتصاد السياسي جاء معالجة بعض القصور في السياسات الاقتصادية وطرح رؤى وأفكار مختلفة عن الـ 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 الأفكار التقليدية أو النطاقات التقليدية. في الحقيقة حضرتك اتكلمتي على مشروع عظيم زي المشروع اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة. أنا شايف لو جينا نطبق منهج الاقتصاد السياسي على مشروع مثل هذا المشروع هنلاقي ان احنا محققين حوالي 90-95% من اللي بينشودوا الاقتصاد السياسي. طبعا دي نسبة افتكر رائعة. نسبة رائعة جدا، خاصة انها مدينة متكاملة.
هذه المدينة غطت جميع النواحي. لو مسكناها جزء جزء، أولا موقع المدينة، استوقفني هنا موقع المدينة. اشمعنى مدينة السادات بالقرب من النوفيه؟ المدينة دي مدينة أصلا صناعية، وبالتالي هي تقع في مركز متوسط ما بين المحافظات. وحضرتك زي ما شفنا طبعا الطفرة الهائلة في مجال النقل والطرق والكباري المعمولة، فدي هتسهل علينا ان موقع المصنع زي ده يتم النقل منه. خاصة هنتطرق من ضمن الحاجات اللي فيه متوفر النقل بتاعه، هيبتدي يتنقل للمحافظات المختلفة عشان يوزع المنتجات بتاعته. موقع المصنع هو في البداية استوقفني، وموقع كان رائع ان احنا نعمل مصنع زي ده في مدينة السادات، تكملة جنب مصانع اخرى في مجالات صناعية اخرى. المصنع هو بيتكون من 10 مصانع، او الشركة تقريبا يعني الشركة نفسها بتكون من 10 مصانع. العشر مصانع دي بتغطي منتجات مختلفة، بتغطي حوالي 40 منتج. افتكر فيه بسكويت ومكرونة. مظبوط يا فندم، هو 10 مصانع في بسكويت، مصنع للبسكويت ومصنع للمكرونة ومصنع للمخبوزات. وايضا عجبني جدا فكرة وجود مصنع الدوبليكس لإنتاج العبوات والعلب نفسها اللي هيتغلب فيها المنتجات. طبعا فوجود هذه المصانع جنبا إلى جنب بيحقق نوع من أنواع التكامل. وأيضا وجود منظومة النقل، وإن أنا أضمن التخزين، لأن التخزين مسألة مهمة جدا في مثل هذه الصناعة. أفتكر مظبوط جدا. وحقيقي برضو في 14 صومعة للقمح، ودي حاجة رائعة جدا إن عشان المخبوزات اللي هتبقى موجودة في المصنع، فوفرنا لهم 14 صومعة للقمح. وايضا وجود القطاع النقل ده هيساعد كل ده على ان احنا ننتقل الى المحافظات الاخرى ويتم التوزيع. فكرة الالكترونية وان احنا نتواكب مع التحول الرقمي اللي حاصل بشكل لافت في الفترة الاخيرة، وفكرة الاكتفاء الذاتي والايادي المصرية بنسبة تقارب 100% في مشروع من هذا القبيل، كيف تتوقف عندها دكتور؟ حضرتك ده نموذج رائع لسلاسل امداد الغذاء، خاصة ان هو بيبدأ المنظومة من اولها لاخرها. القمح على سبيل المثال، وجود القمح بيتم اخذه من مكان زراعته، دخوله الى الصوامع، مرورا بعملية التصنيع بدون التدخل البشري، بدون اي ايد تخش على المنتج. فدي طفرة رائعة، خاصة ان احنا متبنيين ملفات التحول الرقمي وكل حاجة تبقى الكتروني. ان يراعى هذا الاعتبار في مثل هذه المدينة الصناعية الغذائية المتكاملة، ايه الرسائل الايجابية بالنسبة له؟ يعني هل هي الفكرة خاصة بالجودة ولا بالهيجين، بالنظافة طبعا ان لا تمسها يد، ولا فكرة كمان المطابقة للمواصفات العالمية القياسية، ولا هي مزيج من كل هذه الملامح؟ ويمكن حضرتك كمان تضيف لنا ملامح أخرى. هو حضرتك أجاوبت على السؤال، هي فعلا مزيج من العوامل اللي حضرتك قلت عليها. والهدف فعلا أن مصر بتواكب جميع التطورات التقنية والفنية. إحنا الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بتنمية رأس المال البشري، وده بيتم من خلال تنمية ورفع مهارات كفاءة العاملين في مختلف القطاعات، وبالتالي العامل متدرب على التقنيات الحديثة. الهدف فعلا منها ان هو ان احنا بنواكب معايير الجودة العالمية والتصنيفات، خاصة ان احنا الهدف من مثل هذه المصانع لن يتوقف على الانتاج المحلي فقط، بل سيتم تصديره الى الخارج ايضا. لو حضرتك نظرنا الى ملف الامن الغذائي وملف الصناعات الغذائية تحديدا، احنا عملنا حجم استثمارات 500 مليار جنيه في قطاع مهم جدا، وهو قطاع الامن الغذائي، خاصة ان ده احد الركائز الاساسية في الصناعات، بيمثل حوالي 24% من الناتج المحلي، وده رقم مش قليل، ده رقم كبير. وايضا احنا صدرنا في النصف الاول من عام 2021 صدرنا صناعات غذائية ب 2 مليار دولار، وده رقم هايل بالمقارنة بالعام الماضي، زدنا وصلنا ل 13%، وده طفرة هائلة أيضا في مجال الاستثمار في الصناعات الغذائية. سيادة الرئيس اتكلم عن الزيادة السكانية، اتكلم عن التحديات الزراعية،
بيتكلم عن أولوية قصوى طبعا بيوليها اهتمام كبير جدا وهو تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، بنشوفها بقى في الزراعة وفي الصحة وفي التعليم وفي الإسكان وفي كل حاجة. أبرز ما تتوقف عنده في التصريحات اللي أدلى بها السيد الرئيس على هامش هذه الجولة التفقدية في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، وإزاي ده كله بيصب في رافض التحديات الغذائية وتضييق الفجوة الزراعية وما إلى ذلك من تحديات مصر بتحاول هي الزيادة بتتم بشكل سريع، ويجب أن يواكبها أيضا أن احنا نغطي جميع متطلبات المواطنين من السكان، خاصة في الزراعة في المنتجات الزراعية في المنتجات الصناعية في جميع ما يحتاجه المواطن. وبالتالي الرئيس أكد على معدل النمو السكاني أنه بيتزايد بشكل سريع، ويجب أن احنا ننظم، يعني يجب أن احنا نكون بعملية التنظيم عشان نعرف نستغل الموارد الموجودة أفضل استغلال، وخاصة أن احنا يعني لما العائد اللي هيعود علينا من احنا المعدل النمو، لو ظبطنا معدل النمو السكاني هيتناسب مع الدخل او هيتناسب مع المنتجات اللي بتتم، خاصة ان مصر احنا معظمنا متركز على مساحة 5% من مساحة مصر الاجمالية على اللي هي الوادي النيل والوادي والدلتا. وبالتالي احنا عندنا اصلا خلل في التوزيع الجغرافي والسكاني، وبالتالي احنا ما في مشكله في كمان الحقيقه الفجوه بين الانتاج والاستهلاك. يعني في فجوه فعلا بين الانتاج والاستهلاك، ان وده كلمه من كلمات الرئيس النهارده ان الانتاج بيتم وعليه حجم طلب اكبر وبالتالي هيزيد ثمنه، وده من احد الجمل استوقفتني في كلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي. الرئيس على ذكر الاقتحام والتطرق لقضايا عانت من الإهمال لسنوات طويلة واتخاذ منحى الإنجاز في المشروعات وتعاطي بشكل غير تقليدي مع كثير من مشكلاتنا وتحدياتنا، كان في الحقيقة تعاطي لافت من قبل القيادة المصرية لقضية مهمة جدا وملف مهم جدا زي الخبز المدعم وإيصال الدعم إلى مستحقيه. كيف تتوقف عند هذه القضية؟ الحقيقة ده ملف من الملفات الملتهبة، يعني الملف ده تأخرنا فيه كثيرا، خاصة الرئيس عبد الفتاح السيسي أوضح أنه لم يتطرق أحد إيه منذ 30 عام. يعني إحنا بقالنا 30 سنة رغيف الخبز بنفس السعر بتاعه، وحتى الرئيس قال جملة، قال كلمته أن 28 رغيف بثمن سيجارة. صحيح. فالرئيس ضرب المثال ده عشان يوضح ان 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 20 رغيف ما يتناسبش مع سعر السيجاره. مش الهدف فكره السجاير، ما في ناس ما بتدخنش عشان في بعض الكلام اللي اتكتب على السوشيال ميديا والكلام ده كله على فكره السيجاره، لا، هو الهدف ضرب مثال ان 20 رغيف وخاصه بجنيه، وخاصه ان الجيل الجديد ما يعرفش 5 قروش، بالنسبه له دي عمله ملغيه. فبالتالي عندما تطرق الرئيس إلى ملف زي ملف الخبز، الهدف منه ضبط المنظومة الخاصة بالدعم، خاصة إن إحنا لو ضربنا مثال، هنفترض مثلا إن إحنا تمن الرغيف 5 قروش. طبعا هو دلوقتي بعد صدور كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزارة التموين حاليا عاكفة على دراسة تنفيذ تكليفات الرئيس ليهم. فبالتالي أنا هدي حضرتك مثال صغير جدا، إن إحنا وبرضه المثال ده عشان نطمن الناس اللي هي خايفه من فكره الغاء ده، هو مش الغاء، هو احنا تقنين او ان احنا بنشيل تدريجي، وده هيعود على المنظومه. بمعنى انا هقول لحضرتك لو هو بخمس قروش احنا عملناه ب10 قروش هيوفر على الدوله قد ايه؟ هقول لحضرتك مثال صغير ان احنا لو سريعه، المثال ده سريعا جدا، لا سريع جدا، هقول لحضرتك لقائنا، لا مفيش مشكله خالص. 10 قروش، ال 10 قروش دول هيوفر في اليوم الواحد حوالي 2.5 مليون جنيه، يعني هنوفر في سنه واحده 4.5 مليار جنيه. الرقم بيتحدث عن نفسه، الرقم بيتحدث عن نفسه طبعاً. وهربطه حضرتك بكلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي ان احنا محتاجين بالنسبه للوجبه المدرسيه الخاصه بالمشروع النهارده 7 مليار جنيه. فاذا لو انا حركت من منظومه الخبز 5 قروش هنقدر نفي بالالتزامات الاخرى، هنفي بالتزامات. وعايز اوضح لحضرتك الالتزامات الاخرى دي مين،
ولادنا اللي هم الاجيال القادمه صحيح، واللي هم موجودين في نفس البيت اللي بيجيب العيش اللي هو بخمس قروش. فاذا انا ابني استفاد بان انا ظبطت الانفاق في العيش عاد عليه في الوجبه المدرسيه. ده مش بس تاثير على الصحه، ده على التعليم وعلى البحث العلمي وعلى الطاقه البشريه كلها. بالظبط يا فندم. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور اسلام جمال الدين الخبير الاقتصادي وعضو الجمعيه المصريه للاقتصاد السياسي، شرفتني يا فندم. مشاهدينا الكرام نبقى معكم ووقفتنا القادمه عن مؤتمر دار الافتاء العالمي وكثير من الرسائل المهمه جدا وربما خريطه طريق جديده للتعاطي مع الارهاب والتعاطي ايضا مع فوضى الفتاوى واستثمار تكنولوجيا حتى لا تشكل سلاحا ذا حدين في هذا الاطار. ولكن بعد متابعه موجز اخبار الساعه بصحبه الزميله دينا ابو فضل.